وقت مناسب لإيه يا جمال؟ أنا خلاص بقيت لوحدي، أبويا مات، البيت فضي عليا، أي وقت بالنسبة لي بقى مناسب، ده أنا بتمنى أي حد يسأل عليا. معلش. أنا اللي معلش، أنا كنت بسأل أشرف عليك عشان أقابلك وأعتذرلك. على إيه؟ أنا عارفة إن أنت زعلان مني من ليلة اللي عمله علي، ده مجنون، ده عيلته كلها مجانين، مش هتصدق ايه اللي حصل لي بسببه. منى انا جاي النهارده عشان اعزيكي، مش جاي عشان اصدق ولا ما اصدقش، وعلى عصره اي حد مكانه كان هيعمل كده. اللي انت بتقوله ده زي ما انت سامعه، واحد لقى تحاليل مراته عاملاها بتقول ان ابنه ما طلعش ابنه، تفتكري ممكن يعمل ايه؟ بس ده مش حقيقي، انت كده بتكرر اهانته ليا. انا شفت التحاليل بعينيا يا منى. يا جمال ده تحليل هرمونات عادي، انت حتى ما لحقتش تبص فيه، انت سمعت كلامه وصدقته على طول. يتحرق علي والدنيا كلها، بس ما اشوفش في عينيك نظره اتهام زي دي. بلاش يا منى. بلاش ايه؟ بعد كل اللي قلتيه اللي حصل لك ده، بعد ما بقيتي لوحدك وابوكي مات، حاولي بقى تتغيري، حاولي تشوفي الدنيا بوش جديد، وش ما فيهوش لا كذب ولا خداع ولا غش. تفتكر لو قلتيلي الحقيقة ممكن يحصل لك حاجة أكتر من كده؟ أكيد لأ. هي دي منى اللي ممكن أرجع أطمن عليها وأسأل عليها من جديد، غير كده ما عنديش. وساعتها انسي إن أنت عرفتي واحد اسمه جمال، بقي في حياتك. ما تسيبنيش يا جمال، مفيش أي حد في الدنيا غيرك دلوقتي. قول فيا اللي انت عاوزه، اشتمني، اعمل فيا اي حاجه، بس ما تطلبش مني انساك. مش عشان علي تطلب مني حاجه زي كده. علي؟ علي انتهى بالنسبه لي من زمان مش من يوميها. علي كان نفسه يمشي بس مش لاقي حاجه وانت اديتها له. طب ما انت عارف كده، بتطلب مني كده ليه؟ عشان مصيره تكدبي عليا ومش عايزه تقولي الحقيقه. قولي لي مين؟ مين اللي علي اتهمني مكانه؟ مين ابو الواد يا منى؟ قولي مين؟ اشرف. بس والله العظيم وحياة ربنا ما كان قصدي أذيك. أنا آسفة. آسفة. خسارة. الو مارفن، وحشتيني. حتى لو انت مش عايزه تقوليها لي كفايه انا بقولها لك. عايش، بس اكيد معاكي كان هتكون العيشه احسن. ما تخافيش عليا، انا كويس. مهم طمنيني عليكي، كل حاجه كويسه؟ نشكر الرب. اوكي ديري بالك على حالك. اوكي باي.
يا اخي كل ما اجيب حد يشتغل عندي في المكتب اسبوع ويطير. بقى شكلي وحش قوي، عمال اعمل شاي وقهوه للناس. وبيمشوا ليه بقى؟ اللي تقول لك اصل جالي عقد عمل بره يا فندم فلازم اسافر، والتانيه تقول لك اصل خطيبي بيغير عليا قوي فمش هينفع اشتغل عند حضرتك. كل واحده فيهم بحاجه. واللي تغش بقى وفاكر انت اقرب واحد ليه؟ يمشي برضه ويسيبك ولا يعمل ايه؟ انت بتقول ايه؟ ايه؟ مستغرب كده ليه؟ مش دي حاجة تخليني ما اعرفكش تاني؟ جمال انت بتهزر صح؟ والله لو شايف حكايتك انت ومونة وابنك هزار يبقى اعتبرني انا كمان بهزر. جمال الموضوع ده اوعى تكذب، خليك راجل وواجهني، اعمل حاجة واحدة تخليني احترمك بعد الندالة اللي عملتها معايا. جمال هو سؤال واحد بس، انت ليه عملت معايا كده؟ غلطة، نزوة حصلت بيني وبينها، ما كنتش عارف انها توصل لكده، بس هي كمان غلطة. اولع انت وهي. انا ما يهمنيش القرف اللي عملتوه مع بعض، عشان هي ست رخيصة وانت بني ادم زبالة اللي تخش بيت الراجل وتبص على مراته من وراها. انا سؤالي ليه عملت معايا انا كده؟ ازاي تسيبه يتهمني في شرفه وتفضل واقف ساكت وتتفرج عليا؟ ازاي تخليه يهددني بالقتل واقف ولا اكنك تعرف اي حاجة؟ أنا مش عارف أقول لك إيه، بس أقول لك افتكر زمان، افتكر وإحنا عيال صغيرين لسه بنلعب في الشارع. يا أخي ده أنا عمري ما عملت معاك دقة نقص، طول الوقت كنت بتعامل معاك كأنك أخويا الصغير بالظبط، اللي يفكر يجي جنبك ولا يلمسك كنت بفرمه وبدوس عليه، كنت بحكي لك كل حاجة، لدرجة إن كل الناس كانت مسماك أشرف حلبة أمين السر. ده أنا أبويا كان بيحبك زيي بالظبط، كان بيتعامل معاك كأنك أنا. أكتر من 30 سنة واكلين شاربين نايمين، أنت الوحيد اللي ما خفتش على بيتي منه، أنت الوحيد اللي رضيت أصفر سليم معاه لوحده. إزاي تعمل معايا كده؟ فاهم إزاي؟ معاك حق تقول أكتر من كده كمان، بس ورحمة أمك كمان أنا عمري ما بعتك. انت اكتر واحد عارفني في الدنيا يا جمال، وعارف كويس قوي انا كنت مقضيها ازاي. حتى بعد ما رجعت من السفر انا كنت عايش حياتي زي ما انا عايز بالطول وبالعرض، لحد ما قابلت ربع يا اخي غيرت كل ده في حياتي، وجاي واحده زي منى دي عايزه تشدني لورا تاني. وعشان تغير حياتك تبقى مبسوط تشيلني انا الليله كده انت مرتاح؟ انا قلت لها. قلت لمين؟ قلت لمنى؟ ما هي كمان شافت حد يشيل ليلة مكانها. منى دي بني ادمه مريضه، ولا فارق معاها العلاقه اللي بيني وبينها، كل اللي فارق معاها انها تحط وش علي في الارض. انا مش عارف اقول لك ايه، مش عارف هينفع نفضل صحاب زي زمان ولا خلاص. انت كده جبت اخرك معايا، هينفع اتكلم معاك واحكي لك زي زمان ولا هما كلمتين وردك طول عشان خاطر العشره؟ هينفع اطمن لك واعتمد